منا هنتكلموا فوق الكورس دي تاع الكامبوس تاودش الاوردز ان فوكيشنال اند امبلويبيليتي سكيلز. الكورس هو مقسوم في 2 ييرز اجيفيري عندنا الانترو اي والانترو بي. دين السنه قاعدين نترودوش الانترو اي هو كورس على بيرسون بديسابيليتا مايلد تو مودريت ديزابيليتيز او انك ليرنينج ديفيكولتيز. هو كورس انتريسانت هافنا مقسوم في بارتيات ديفرنتي. داك البارتيات اللي هما اكثر فوكاسيونالي وهنا عنا 3 main vocational areas اللي هما l-office, l-hospitality و l-retail. كيف وكل اتيجي انترودوت ال-customer care section وكل دان ينكلود ميهو انك سيات تشغل فين l-student و اقعد تفتت سيات و البوست تشغل بيش كومبليت علم و يتايب الهيلت تيهو. l-introway عندو كل ال-party تال-key skills فين فيهم وكل المالت الانجليز والماتماتيكا. كيف وكل البارتي تال لايف سكيلز فين يدخل البي اس اتش اي وانكي الديلي ليفينج اند كوميونيتي سكيلز.